اقتصاد العراق ما زال يعاني وتعافيه في خطر، ربما تلك هي خلاصة تقرير البنك الدولي اللي صدر مؤخرا عن العراق. التقرير كشف عن مشاكل اقتصاد البلاد المتمثلة بالركود وارتفاع التضخم والاعتماد على النفط كمورد وحيد للحياة الاقتصادية، حيث لا القطاع الخاص له دور في عملية التنمية ولا القطاعات الزراعية والصناعية يصلان إلى مصافي النفط في الاعتماد الحكومي. كل ذلك يضع الحكومة في سباق مع الزمن لتطبيق الإصلاح الاقتصادي. فما دقة تقرير البنك الدولي حول العراق ولماذا وصل الحال إلى ما هو عليه رغم رفع حكومة السوداني شعار الإصلاح الاقتصادي؟ كيف سينعكس ذلك التقرير على الحياة في البلاد؟ هذه هي الأسئلة وغيرها موضوع النقاش في حلقة الليلة من بالعراقي، فخليكم ويانا. أهلا بكم في بالعراقي، معكم علي الزبيدي. أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش وأن ديون البلاد زادت إلى 152 مليار دولار، مشيرا إلى أن مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية، ما أدى إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، بينما يفتقر العراق وفقا لمختصين إلى إصلاحات هيكلية حقيقية تعزز اقتصاده وتنوع إيرادات الخزينة العامة فيه بدلا من الاعتماد على النفط. تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي بموازاة ارتفاع معدلات التضخم واعتماد البلاد على المستورد في استهلاكه المحلي بقدر كبير على حساب المنتج المحلي الذي تراجع هو الآخر مع ضعف الدعم الرسمي له، وعوامل أخرى دفعت بالبنك الدولي إلى التحذير من تداعيات تصيب الاقتصاد العراقي الذي وصفه بالهش. أو حسب ما أفاد به البنك الدولي، هناك ديون داخلية تقدر بحدود 102 مليار دولار، بالإضافة إلى 50 مليار دولار ديون خارجية، بمعنى أن هناك ديون أو دين عام يقدر بحدود 152 مليار دولار. من أسباب هشاشة الاقتصاد هو مشكلة تدوير الإيرادات النفطية نحو الاستهلاك الداخلي والنفقات التشغيلية. ويعزو خبراء تدهور الاقتصاد إلى سوء الإدارة وغياب البرامج التنموية والإصلاحية والخطط الاقتصادية التي تسهم بتنشيط وتعزيز القطاعين الصناعي والزراعي ليكونا رديفين للقطاع النفطي. هناك تقارير ترفع إلى البنك الدولي وتلاحظ أن هناك لا يوجد دعم حقيقي ولا يوجد صناعات حقيقية تسد حاجة المواطن، وبالتالي حجم الصادرات الموجود من تركيا ومن إيران ومن دول الخليج طغى على الميزانية وطغى على الاقتصاد العراقي. نحن اليوم بلد مستورد وليس بلد مصدر. تفشي الفساد المالي في جميع مفاصل الدولة وتوجه الحكومات المتعاقبة للاعتماد الكلي على قطاع النفط الذي يغذي 98% من الناتج المحلي عوامل تصدرت أسباب تردي واقع الاقتصاد العراقي وفقا لمسؤولين. طبعا الديون الخارجية هي اقتراض أو قروض من البنوك الخارجية لغرض سد العجز في الموازنات السابقة وأيضا الموازنة الحالية. إذن نحن بحاجة إلى خطة شاملة لتنويع الاقتصاد. هنالك هدر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والذي نسعى يعني نسعى جاهدين بالتعاون مع الحكومة التنفيذية لإيقاف هدر المال العام من خلال السلطة الرقابية الحقيقية. وثمة ضغوط متجددة تسببت بركود الاقتصاد العراقي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والصناعات والأنشطة الزراعية، مصحوبا بارتفاع معدلات التضخم وفقا لتقرير البنك الدولي.
ويستند البنك الدولي كذلك في تحفظه على الموازنة العامة الأخيرة إلى الزيادة الكبيرة في حجم النفقات العامة التي وصلت لنحو 59%، الأمر الذي أدى لحصول عجز مالي كبير يصل لنصف الاحتياطات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب ارتفاع أسعار النفط. لبرنامج بالعراقي، نجاح العابدي، الحرة. طيب إذا نبدأ الحوار مع ضيوفنا لحلقة هذه الليلة. معنا من بغداد الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. معنا من ولاية تكساس الأمريكية الأستاذ فوزي عبد الرحيم، الكاتب والباحث السياسي. ومن العاصمة البريطانية لندن معنا الدكتور صادق ركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم ومساءكم خير في ثلاثة قارات. اليوم معنا ضيوفنا في بالعراقي. أبدأ مع دكتور صادق. دكتور صادق، شلون يأثر تقرير البنك الدولي عن ما سبق؟ لأنه التقرير السابق، اليوم نحكي عن ارتفاع معدلات التضخم وركود الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط. شهر ديسمبر الماضي كان هناك تقرير آخر من البنك الدولي يقول بأن الاقتصاد العراقي يشهد تعافيا. نعم، تحية لكم أستاذ علي وللضيوف الكرام. أهلا بك. هذا التقرير ملفت كونه يحوي أمور لأول مرة يذكرها البنك الدولي. أولا، لأول مرة يذكر مزاد العملة وأنه تسبب في خلق سوق موازية. ثانيا، هو يطرح موضوع الركود كنتيجة لما قام به البنك المركزي بخلق هذه السوق الموازية وخفض قيمة الدينار. ثالثا، هو لأول مرة يذكر هذا الرقم الكبير في حجم الدين. ولو أن مستشار رئيس الوزراء الدكتور محمد مظهر صالح ذكر غير هذه، نعم ذكر غير هذه الأرقام، قال أقل هذه الأرقام، أقل، نعم قال تقريبا نصف هذا الرقم. لكن المستغرب أن هذا الرد على تقرير بحجم تقرير البنك الدولي يأتي بصيغة غير رسمية، يعني لم ترد الحكومة العراقية ببيان رسمي تقول فيه أن بيان أو تقرير البنك الدولي هو خاطئ، أو تستفسر من البنك الدولي لماذا مثلا يريد البنك الدولي أن، يعني هذا يعتبر تشويه لسمعة الاقتصاد العراقي. لم ترد عليه بالنفي، التزمت الصمت، وكان تصريح مجرد تصريح صحفي. وخاصة أن البنك الدولي لديه تعاملات مباشرة مع الحكومة العراقية، هو يعرف ماذا يقول ويعرف حجم الاقتصاد العراقي وحجم الدين. وبالتالي هذا التقرير يؤشر إلى مرحلة ارتفاع الكبير في النفقات، عكس ما كان يطالب به البنك الدولي قبل سنوات. يعني كان هناك خطة إصلاح أو ورقة البيضاء التي وافق عليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع الحكومة العراقية، جاءت النفقات العامة بهذه الارتفاعات الكبيرة، ضربت كل خطة أو الورقة البيضاء التي اتفق عليها دوليا مع فريق الإصلاح الاقتصادي الدولي. وبالتالي هذا أشر أو ضرب ناقوس الخطر لدى البنك الدولي، من أين سيأتي العراق بتمويل هذه النفقات في حال تعرض الاقتصاد العالمي لأي أزمة، لأنه معتمد على النفط. وبالتالي هو ذكر عبارة إذن هل يجب أن يقلق العراق من هذه الأرقام ومن هذا التقرير دكتور صادق؟ نعم، هذا مؤشر خطر. يعني البنك الدولي لا يريد أن يشوه سمعة العراق، أو مثلا أن يريد أن يطيح بالعراق أمام المستثمرين. هو بالعكس، هو يريد أن يجذب استثمارات العراق، يريد أن يصلح الاقتصاد العراقي. ولكن عندما ينبه الاقتصاد أو البنك الدولي لأن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، فيجب أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد من قبل الحكومة العراقية. نعم. طيب أذهب إلى بغداد. دكتور عدنان مساء الخير. بغداد، كما ذكر دكتور صادق، لم نرى أو لم نسمع أو لم نقرأ إلى الآن تصريحات رسمية عدا تصريحات صحفية بسيطة حول هذا الموضوع. لماذا من وجهة نظرك، أولا من وجهة نظرك أهمية هذا التقرير، وهل يجب أن تقلق بغداد لهكذا تقرير، ولماذا لم ترد الحكومة إلى الآن برد رسمي؟ نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك العزيزين. أستاذ علي، حقيقة يعني من الناحية الاقتصادية لست في هذا الجانب، يعني لست مختصا في هذا الجانب، لكن راح أتكلم بشكل عام
عن الوضع الاقتصادي العراقي وعن علاقة الدولة بالبيانات التي تصدرها البنك الدولي أو المنظمات الدولية. العراق ليس معنيا كدولة أن يرد دائما على كل القرارات والبيانات والتقارير التي تصدرها المنظمات الدولية سواء كان بنك دولي أو غير بنك دولي. وبالتالي وزارة المالية هي التي ترسم السياسة العامة اللي يرسمها السيد رئيس الوزراء كاختصاصات وصلاحيات، وايضا الوضع المصرفي والوضع الكتله الماليه تحددها يعني يحدد البنك المركزي. فلذلك انا اتصور السياسه العامه الماليه والسياسه الاقتصاديه تحددها الموازنات اللي دائما العراق يكون فيها خلينا نقول العجز موجود فيها دائما، وهذا يمكن ان يسجل رقم على ان الموازنات العراقيه خصوصا موازنه 23 و24 و25 فيها عجز من في الموازنه، يشجع الكثير من المنظمات على القول بان الاقتصاد العراقي لا يتعافى، لكن في المقابل هناك ايضا مؤشرات على ان التضخم في العراق شهد يعني تحسنا بدرجات لا باس بها، يعني قبل 4 أيام صدر تقرير يشير الى ان هناك تحسن في التضخم المالي في العراق، وهذا يعني مؤشر جيد، اضافه الى ذلك ان هناك مؤشرات على تعافي الوضع الاقتصادي العراقي. اقول بكل صراحه اليوم نتكلم بشكل عام عن وضع الدوله في اداره الملف الاقتصادي. احنا اليوم نشهد تطورات مهمه، اول هذه التطورات هي مساله الاستقرار السياسي اللي تقوم به الحكومه من اجل يعني قبل ما اروح لهذه النقاط تمام دكتور عدنان عفوا انا قبل ما اروح لهذه النقاط اريد بس اعقب على نقطه حضرتك ذكرتها او اضيف سؤال اخر لحضرتك ايضا انطي حضرتك فرصه ترد عليه، وهي ذكرت الموازنه الاخيره. البنك الدولي هو في نفس التقرير تحفظ على الموازنه الاخيره وانتقد الزياده الكبيره بحجم النفقات اللي ممكن ان تمثل 74% من اجمالي الانفاق مما يؤدي الى عجز مالي كبير 39.7 مليار دولار. الحكومه عندها مشاريع طموحه وهذا امر جيد، لكن الحسبه هذه الحسبه ما تحسب هذا العجز، ماكو سياسه معينه دا تقرؤوها على الاقل سياسيا واقتصاديا أن العراق ممكن يتلافى هكذا نوع من العجز. يعني بشكل عام يعني الموازنه عندما تطرح بهذا الشكل بالعجز اللي فيها، طبعا كل دول العالم فيها عجز ولكن ليس بهذه النسبه العاليه. انا اقول اليوم مثلا العراق يعتمد على صادرات النفطيه كمورد رئيسي للميزانيه وتشكل نسبه 90 او 95% من الواردات. لكن هذه النسبه قيست في الموازنات بسعر 70، اليوم نتكلم عن سعر البترول ب 89 او 85، اي بمعنى بمرور السنه يمكن ان يكون هناك فد تخفيف من هذا العجز نتيجه لارتفاع اسعار النفط. هذا تحسب بالزايد بس اذا تحسب بالناقص هاي المشكله اضافيه للموارد. اي هو هاي النقطه اللي قالها دكتور صادق، اذا صار اكو ازمه يؤثر على طبعا نعم 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 خلينا نسمع دكتور عدنان. يؤثر على طبعا يؤثر على الاداء الحكومي ويؤثر على الموازنه، هذا شيء اكيد، لكن اكو نقطه مهمه في هذا المساله. السيد سو بس خلي نقطه حتى اختصمها بالنص دقيقه. السيد السوداني في مساله العجز اشار في بيانه اثناء قراءه الموازنه، قال نحن سنحاول بنسد العجز من خلال تشغيل القدره الشبابيه وتشغيل القطاع الخاص. تمام هذه نقطة يمكن نناقشها في هو هذا تماما راح تكون هاي بعدين بالفقرة الجاية راح نحكي عن القطاع الخاص أكثر. شكرا دكتور عدنان. أسمع من الأستاذ فوزي. أستاذ فوزي كل الهلا بيك، مساك الله بالخير. أهمية هذا التقرير وإلى أي مدى يجب أن تحذر أو تشعر بغداد بالقلق إذا هكذا تقارير دولية؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني هو التقرير أهميته تنبع من أهمية المؤسسة اللي أصدرته، لكن من رؤية سياسية التقرير فني تقني يعني حاول أن ما ينطي أي أبعاد أخرى غير الأبعاد الاقتصادية، وأعتقد ما يريد يستفز الحكومة العراقية. لكن من وجهة نظر سياسية الوضع الاقتصادي، هشاشة الوضع الاقتصادي، المشاكل الاقتصادية هي ترجمة لفشل سياسي. لا يمكن توقع نجاح اقتصادي بوجود تعثر سياسي، وهذه المسألة هي واحدة من البديهيات اللي يتم التغافل عنها.
مهما كان هناك تحسن في الأداء باتجاه إصلاح سياسي إصلاح اقتصادي، سيبقى رهينا بالوضع السياسي. الحاجة هي للإصلاح السياسي. بس استاذ فوزي، عذرا استاذ فوزي، قبل شويه كان يقول دكتور عدنان انه المرحله الحاليه وصفها بمرحله استقرار سياسي. الكل يتفق على الاقل اليوم داخل البيت السياسي اللي شكل الحكومه يتفقون على الخط العام اللي يمشي عليه السيد السوداني. لا ترى يعني حتى طبعا بما في ذلك الموازنه، لا ترى هذا استقرارا سياسيا يمكن ان ينبو باستقرار اقتصادي؟ ليس كذلك. استقرار سياسي ليس نجاح سياسي. استقرار سياسي الحقيقة هو استقرار أمني أكثر من أي شيء آخر. استقرار سياسي لا أتفق بوجود الاستقرار السياسي هو تلبية مصالح ورؤى، معظم رؤى الفئات الاجتماعية العراقية، هذا لم يحصل لحد الآن. هو السلطة السياسية صاحبة الرؤية الاقتصادية، منين تجيها الرؤية الاقتصادية؟ تجيها من الفئات المكونة للسلطة اللي هي الأحزاب. هذه الأحزاب تعبر عن مصالح معينة وتعبر عن خلفيات اجتماعية. الأحزاب ما عندها رؤية اقتصادية أصلا، هي ما عندها رؤية سياسية، ولذلك التخبط مستمر. يعني بلد مثل العراق نظريا بلد غني، لكن واقعيا ليس كذلك. ولذلك هناك مقولة أنه لا يوجد بلد غني ولا يوجد بلد فقير، توجد إدارة ناجحة وإدارة فاشلة. والدليل على ذلك هناك دول فقيرة بالموارد لكنها بلدان اقتصادية مزدهرة نتيجة نجاح الرؤية السياسية وحسن إدارتها للموارد الاقتصادية. شكرا أستاذ فوزي، ذكرتني بتصريح لأحد المسؤولين في دول الخليج، سئل قبل أشهر إذا كانت دولته دولة غنية، وقالوا له أن الشعب يعتبر بأن احنا دولة غنية، فقال لهم احنا مو دولة غنية، هو شخص رفيع المستوى في إحدى الدول الخليجية، بمعنى أنه مثل بناء على كلام حضرتك الغنى هو ليس فقط أن تمتلك نفط، لكن يمكن كيف تدير الملفات والموارد والثروات. أهلا بكم مجددا. يسعى عبد الرزاق وهو يعمل في مهنة بيع الأسماك إلى توفير لقمة العيش وسط غلاء الأسعار، الأمر الذي أثقل كاهل تلك الشريحة التي تكسب مردود مالي محدود، ما يعقد الأمر والصعوبة في توفير كل مستلزمات الحياة. القصة ونرجع. الرزاق محمود الحمادة، العمر 52 سنة، والمهنة سماج. التحديات اللي تواجهنا، أول شيء اللي نواجهه بالتحديات هو قلة منسوب المياه بنهر دجلة، مما أدى إلى منع أهالي الأحواض من ربط السمك وقلة السمك وارتفاع سعره. إيه هذا أكيد هو راح يأثر على الدخل وعلى البيع، يعني يأثر على شغلنا ويقلل من الدخل اليومي لنا. الحلول اللي أتبعها بحياتي اليومية بسبب قلة يعني الوارد اللي دا يطبني، اكو شغلات ضروريه يعني المفروض اني اخذها للبيت، فاني هاي الشغلات دا اقلل منها وقسم منها يعني دا ابعد عنها يعني حتى بالاسبوع مره او بالاسبوعين مره، مثل اللحم وشغلات يعني كثيره، وخاصه احنا مقبلين على عام دراسي جديد، وتعرف طلاب يريدون ملابس ويريدون جنط وكتب. قله الرزق يأثر على العائلة تأثير يعني مباشر، أكو بعض شغلات يعني يعتازوها الولد والبنات بالبيت. يعني أنا هسه بهذا الوقت الحاضر وبسبب الغلاء الفاحش الموجود عندنا ما أقدر أشتري، يعني مثلا طفل ينجح يريد بايسيكل ما عنده أشتري له، أو بنية هدية نجاحها ما عنده أشتري لها، لأن هاي يعني أعتبرها شغلات هي المفروض تكون ضرورية، بس أنا أعتبرها مو ضرورية، يعني لأنه إحنا دا نسعى هسه في سبيل لقمة العيش، أزيد من هاي ما أريد. وللأسف يعني أي برامج حكومية لمساعدة الفقراء
ما موجودة. يعني تجي راتب الرعاية اللي فقراء اللي مستحقين اللي دا يأخذون راتب الرعاية تقريبا ثلث، وثلثين هم دا يأخذوها الناس الأغنياء، يعني بسبب المعارف اللي عندهم وبسبب العلاقات والبرامج الحكومية المفروض تشمل الفقراء، يعني إعانة مادية مثلا سلات غذائية شهرية دا ينطول للرعاية كلها ما تسوي 5000 دينار. يعني هاي 5000 أبرع الرعاية ذا يبيع المواد الغذائية دجاجة ما يقدر يشتري. أنا أشوف يعني مستقبلي ومستقبل عائلتي ومستقبل يعني أغلب العراقيين اللي من طبقتي أنا أشوفهم يعني مستقبلهم راح يبقى ضعيف ما دام يعني ماكو حلول وماكو إجراءات لرفع مستوى المعيشة بالعراق. نواصل الحديث مع ضيوفنا الكرام. دكتور صادق، من خلال قصة عبد الرزاق، طبعا عبد الرزاق يعني أقول أفضل من قصص غيره، يعني فكرة أنه أكو ناس عدها تشتغل ورزقها ضعيف لربما أفضل من ناس آخرين. أريد أسأل، الحكومة تطرح عناوين للإصلاح الاقتصادي وسياسات تقول بأنها تعمل الحكومة عليها، ليش إلى الآن دكتور صادق ما نشوف المشاريع الخاصة، ما نشوفها ما زالت معطلة، المواطن بعد ما يقدر، المشاريع الخاصة أقصد القطاع الخاص، المواطن ما يقدر حتى يشتغل في قطاعات مرتاح بيها، رغم أنه مثل ما أقول هذا التحسن المفروض صار له فترة دا نحكي به. نعم، قبل أن أرد على هذا السؤال يعني أكو ملاحظات على كلام دكتور عدنان السراج المحترم عندما قال بأن الحكومة العراقية غير معنية بالرد على بيانات البنك الدولي. أعتقد هذا الكلام يعني يجانب الصحة، لأن الحكومة معنية جدا ببيانات البنك الدولي، خاصة وأنها تجلس مع البنك الدولي، تتفاوض مع البنك الدولي للحصول على قروض، يحذرها البنك الدولي، يوجهها، وبالتالي هي معنية جدا ببيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الأمر الآخر أنه هناك تحسن في التضخم، وهذا يناقض الحقيقة، لأن قيمة الدينار العراقي ارتفعت عما كانت، انخفضت أمام الدولار عما كانت عليه سابقا، وبالتالي من المستحيل أن يكون هناك تحسن في التضخم إلا إذا كان هناك تلاعب في الأرقام، وهذا نلمسه على أرض الواقع في العراق عندما يعاني الناس من ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفقر في العراق. يعني على أقل تقدير نسبة الفقر في العراق بحسب تصريحات رسمية هي 22%، وبالتالي تقريبا ربع الشعب العراقي يعاني من الفقر. الأمر الآخر أنه نحن الآن نعيش في بحبوحة الفائض النفطي، الفرق السعر في الموازنة 70 والآن يباع ب90. طيب إذا إحنا بهذا الوضع الحسن وكنا سابقا قبل سنوات أصلا الفائض أكثر من هذا، لماذا نقترض دائما؟ لماذا كل سنة نحن نقترض ولدينا فوائض؟ هذا أمر قد لا يجيب عنه دكتور عدنان لأنه ليس مختص اقتصادية، ولكن هذا موجه للحكومة العراقية. الآن أجيبك على سؤال بالنسبة للقطاع الخاص، لماذا لا يوجد هناك بالفعل أن نلمس تحسن في القطاع الخاص رغم البرامج الحكومية المطروحة؟ لأن أولا هناك نوعين من القطاع الخاص، قطاع خاص مدعوم وهؤلاء يسيطرون عليه الميليشيات والعصابات وجماعة الحكومة والمتنفذين، وهؤلاء من يبنون العقارات، وهؤلاء من لا يستطيعون الآن إخراج أموالهم ويبنون المولات، وقطاع خاص هذا يريد أن يعمل ولكن يصطدم بالروتين والبيروقراطية ونفعني ونفعك والرشاوي، وهذا يعطل عمل القطاع الخاص، وبالتالي الذي يريد أن يعمل بجد حقيقي يجب أن يسهل عمل التجار الحقيقيين، لا أن يخلق طبقة انتفاعية وأن يعمل على التستر على الفساد. وفاتني أيضا أمر مهم، أنه نحن في ظل أن الحكومة تدرك أن برامج الرعاية الاجتماعية بها فساد، أن الرواتب أحيانا حتى الرواتب شخص واحد يتقاضى 3 رواتب وهذا بحسب تصريحات حكومية، في ظل هذا الفساد تأتي الحكومة وتعظم النفقات العامة وتعظم القطاع العام على حساب القطاع الخاص، وايضا الدعم الذي يعني يطرح في شنو الفكره الاقتصاديه بهذه يعني دكتور صادق، لان هذه دائما نحكي بيها مع كل العجز وكل المشاكل، بعدين انت تزيد الموازنه التشغيليه، شنو الفكره الاقتصاديه اذا كان هناك فيها فكره اقتصاديه؟
لا لا، ليس فكرة اقتصادية، هي امتصاص نقمة للشارع، يعني امتصاص نقمة، لأن هناك لديك ناس لديهم عقود، صار لهم سنوات يعملون بعقود ويتظاهرون، لديك أحزاب لديها منتفعين يجب أن يعمل يعني يأخذون رواتب، ولديك فساد كبير، وبالتالي لا يوجد فكر اقتصادي. الفكر الاقتصادي يقول عليك أن تقوم بتنويع الاقتصاد، أن تستغل البحبوحة المالية الآن الموجودة بتعظيم الصناعة، تعظيم الزراعة، لا أن تنتظر أيام الفقر وتقول أنني الآن أريد أن أعمل. طيب. لا، الآن يجب، من الآن لدينا فائض مالي يجب أن يوظف بشكل كبير في الصناعة والزراعة، وأنا أعتقد أن السيد السوداني يعمل على بعض المشاريع التي يعني بالفعل تحتاج إلى بعض الوقت، كطريق التنمية، كميناء الفاو، ولكن يعني هذا يجب أن يسرع العمل فيه، ويحتاج إلى أموال ضخمة، والعراق لا يمتلك حالياً يعني القدرة على ضخ هذه الأموال بهذا الشكل الكبير. هسه حتى مشروع الفاو يمكن نحكي به بحلقة كاملة، بس اليوم أريد أيضا بشوية بعد أسمع من حضرتك على موضوع مشروع الممر الكبير وشون يأثر على موضوع الفاو وطريقة التنمية بالعراق. بس خليني أسمع من دكتور عدنان أيضا إذا يحب أيضا يعلق على كلام حضرتك. بس دكتور عدنان أرجعك، يمكن قبل شوية أستاذ فوزي قال أنه الاستقرار السياسي هو ما موجود، الاستقرار السياسي يأتي من الاستقرار في المكونات اللي يمثلها أو تمثلها الأحزاب السياسية، هو استقرار أمني لا أكثر. إذن اليوم هل الموضوع لربما وفرة الأموال تخلي استقرار سياسي؟ بشكل عام الأحزاب هي الحاكمة بالتأكيد، يعني هي توفر الغطاء السياسي للحكومه اللي توفر الاستقرار السياسي، هذا امر وارد، يعني احزاب هي موجوده بس قال هم ما عندهم رؤيه اقتصاديه، اما من يعارضها او لديه طبعا هذه وجهه نظر، ليس بذلك الشكل. الاحزاب لا تملك رؤيه اقتصاديه، انما تملك رؤيه سياسيه لدعم الحكومه، والحكومه هي التي تملك من خلال ادواتها القطاعيه والوزارات والمؤسسات والخبراء والمستشارين، هي التي تملك الرؤيه الاقتصاديه، وبالتالي هذا واقع في كل القوى في كل دول العالم. الأحزاب تشكل غطاء سياسي، الحكومة تشكل الغطاء التنفيذي والواقعي لكل النشاطات الاقتصادية والخدمية وغيرها. هذا أمر مفروغ، ما لا أريد أدخل في هذه المساجلة، لكن بالمناسبة صديقنا العزيز أو أخونا العزيز الركابي لا يعلم العلاقة بين البنك المركزي، بين البنك الدولي وبين صندوق النقد الدولي وبين الحكومة العراقية، علاقات متوترة فقط في زمن علي علاوي الذي يعني ورط العراق في قبول نصائح البنك الدولي بحيث انخفضت قيمة الدولار وتدهورت قيمة الدولار، لديهم نصائح بقطع المساعدات، بقطع البطاقة التمويلية، يعني بتخفيض كذا، لديهم جملة من الأرقام. دكتور صادق عن إذنك، قيمة الدينار كانت عن إذنك دكتور صادق، أيام علي علاوي عن إذنك دكتور صادق، بس خلي الدكتور عدنان يكمل وبعدين أنطي حق الحضرة. سيدي العزيز، أنا أتكلم عن الواقع في العلاقات، يعني السيد نور المالكي كان يرفض رفضا قاطعا التعامل مع الصندوق، وكان يرفض قاطعا، كان السيد علي علاوي هو المستشار المالي للسيد المالكي، وكان المالكي دائما يعني يحذر السيد علي علاوي من التعامل مع البنك، لأن لديهم آراء وأفكار تختلف. كان هناك تعاملات، لا كان أقول فقط السيد الكاظمي تعامل، لا في زمن السيد المالكي أقصد. نعم، حتى في زمن السيد المالكي كان هناك تعاملات مع البنك الدولي. نعم، كان هناك قروض من لم يتعامل مع البنك الدولي حتى هذه الدقيقة. القروض لا لن يأخذ. طيب. أي قرض من البنك الدولي السي سوداني. طيب. لن يأخذ أي قرض السي سوداني الآن بدأ عملية مصالح شهر الموازنة. لا 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 لا. لن يأخذ أي قرض. دكتور عدنان العفو، ما حضرتك ما سمعتني، أنا دا أقول على السيد المالكي، أنا دا أقول كان أكو تعاون وتعامل ما بين حكومة السيد المالكي اللي رجعتنا عليها أخذتها كمثال وهي مو موضوعي، وما بين البنك الدولي وصندوق النقد، كان اكو تعامل، ما جاي يحكي على حكومه السيد السوداني. لن سيدي العزيز، العراق بالنسبه لعلاقاته الدوليه في مساله ديونه. طيب. لن يتعامل لحد هذه الدقيقه بهذه النسبه من القروض الكبيره، وهذا واضح. صار اقتصاديا لا استطيع ان اعطي الارقام ولا استطيع ان اخوض في هذا المجال. طيب كمل فكرتك حتى نسمع من دكتور صادق قبل بهذه المساله. نعم، اقول اليوم اليوم العلاقه في مساله تتعلق ب يعني سماع نصائح البنك والقروض من البنك، العراق غير معني فعلا في الرد، لكنه غير لا يعني ذلك انه غير مهتم، هو مهتم لانه يعرف سياسته ويعرف نظامه ويعرف كيف يتصرف، وبالتالي لا يستطيع ان تملي البنك او الدولي عليه اي شروط او اي زين. خليني اسالك، هو اسرع ما اريد دكتور عدنان،
بما انه حضرتك قلت اقتصاديا يجوز ما تريد تحكي بالتفاصيل الاقتصاديه، لكن اسال في مساله زياده الموازنه التشغيليه، وكل شويه نرجع نضيف وظائف ونضيف توظيف على بالعراق وانت اوريدي عندك عجز. هذه السياسه شنو فكرتها؟ دكتور صادق يقول لك هذه حتى تمتص النقمه بالشارع. يعني شلون؟ عفوا صوتك يعني ما هي الجدوى من إضافة وظائف وزيادة الموازنة التشغيلية وانت عندك عجز؟ ليش ما تحط فلوسك بالاقتصاد الحر؟ شوف سيدي العزيز، اليوم نتكلم عن أمر واقع، نتكلم عن ظروف بلد، نتكلم عن أمر واقع، نتكلم عن ظروف بلد تقرره الدولة والحكومة في إقرار الموازنة. السودان اليوم لديه خيارات عديدة، وهذه الخيارات هو لعملية تحسين أداء الواقع الاقتصادي في العراق، واحدة منها تشجيع الاستثمار. اليوم عندما يتكلم الأخ عن استثمارات، الاستثمارات يعني لو الآن لا ما جاوبتني ليش نزيد الموازنة التشغيلية في كل مكان. بس اسمع لي، ما راح تخليني علي أكمل. لا لا يعني لا تفضل. لا لا دكتور، أنا مو اقتصادي خليني بس أكمل الفكرة أرجوك، يعني خليني أكمل الفكرة لأن هم الأخوان دي يتكلمون عن معنى. أريد أسأل هم الأخوان الأعزاء، اليوم إذا يجي مستثمر يبني بنايات وعمارات الآن بالمئات بالعشرات، ما يشغل عمال، ما يشغل صناعيين، ما يشغل نجارين، ما يشغل بنائين، ما يشغل سيارات، ما يشغل قطارات. أخي العزيز معروفة اليوم حركة البناء في العراق حركة ليس عادية، عشرات المؤسسات التي عشرات البنايات التي تبنى. هذا يعني انه القطاع الخاص والقطاع الاستثماري لا علاقة. سأفرض الحزب يملك له عماره عمارتين، يملك له شركه شركتين. طيب. نعم، لكن ما يشغل عمال، شكرا، ما يشغل فنيين، ما يشغل حدادين، ما يشغل نجارين. نعم. يعني هاي ما يخالف. شكرا دكتور. خليني اسمع من الاستاذ فوزي. استاذ فوزي، هناك ايضا تحذيرات من صراعات سياسيه بسبب الوفره الماليه، محاولات فرض إيرادات حسب ما وصفتها أكثر من مقالات صحفية بما يخص موضوع الموازنة، خاصة مع اقتراب الانتخابات لمجالس المحافظات. تعليقك. طبعا هذا يؤكد على محورية الأمر السياسي في المسألة الاقتصادية. وفاتني أن أذكر بأنه التقرير البنك الدولي. البنك الدولي. نعم. أقل مما يجب إيذانا بخطورة الأمور. نحن كعراقيين مهتمين بالبلد وبالسياسة، سياسة البلد ومصيره، نعرف أن الموضوع أخطر جدا. الوضع الاقتصادي كتداعي للوضع السياسي يهدد النظام السياسي الموجود، بل يهدد وحدة وسيادة البلد، لأن كل ما الاقتصاد يتراجع في بلد مثل العراق وتتزايد القروض، يقل هامش المناورة لصانع القرار السياسي لمصلحة النفوذ الأجنبي، وهذا بالنتيجة النهائية يؤدي إلى مزيد من القرارات اللي تخل بالسيادة العراقية وتأثر على الاقتصاد العراقي. وإحنا هذا نلمسه بالسياسات الاستيرادية. الآن العراق عبارة عن قطع غيار للإقليم، إيران، تركيا. أي بس دكتور عدنان أيضا قال أنه تعال شوف أكو إعمار، أكو بناء، أكو استثمارات ده تصير بالعراق. يعني هي مو بس يعني مو بس مشهد مظلم، يعني البلد بيه استثمارات وبيه شغل ده يصير. هي مو قضية مو بالقوترة، يعني أنا باوع عمارات عالية يعني الأمور زينة، مو هالشك. إحنا ده نحكي عن مسائل محددة. أنا أقول لك ليش أنت قبل شوي تسأل ليش لا دكتور عدنان بعد إذنك كمل أستاذ فوزي. ليش توزيع الثروة دي تم بالطريقة يعني البنايات ما لها قيمة في البلد. دكتور عدنان بعد إذنك أريد أستاذ فوزي يأخذ وقته. الحضارة هي البنيان يا عزيزي. أريد أستاذ فوزي يأخذ وقته. أستاذ فوزي تفضل. ليش الحضارة هي البنيان، هي المعامل، هي المزارع. ليش الميزانية تتوزع بالطريقة اللي توزع بها؟ كلها لأن هناك مصالح للفئات الحاكمة، وهذه المصالح تتعارض مع الأغلبية. يعني مشوف أنت رادوا حكوا عن الإصلاح قبل فترة، وصار فكرة أنه الدرجات الخاصة تقل رواتبها. فشلوا.
مع العلم هذا أسهل علاج، يعني بداية العلاج لا يستطيعون بسبب أنه هذه تمسهم. أول إصلاح يريد يصير لازم الفئات المستفيدة من النظام تقلل من مصاريفها، تقلل من امتيازاتها. هذا الشيء ما حصل، ولذلك قضية اللي أشار لها البنك الدولي حول السوق الموازي، السوق الموازي لمصلحة أطراف سياسية قريبة من الحكم. الفساد جزء من الفشل السياسي ويأثر على الاقتصاد، والدليل أنه أفراد قليلين يستطيعون يسرقون مبلغ بالمليارات من الدولة، في حين أنا رجل سياسي لكن خلفيتي الأكاديمية مالية. إحنا كنا نعمل، كنت أعمل بالعراق بمشروع شركة أجنبية من نريد نطلق الأمانات 70,000 دائرة، نراجع 70,000 دائرة يلا تطيق، شلون مبلغ هو مبالغ آلاف الدولارات، شلون مبلغ مليارين، مليارين ونص أو 3 مليارات دولار تطلق بدون رقابة؟ هذا خلل اقتصادي سبب خلل سياسي. أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة الليلة من بالعراقي. أعود لدكتور صادق الركابي. دكتور، أسمع أولا تعليقك يعني على ما قيل في الفقرة الفاتت، لأنه ما صار عندنا وقت نرجع لك. تفضل دكتور. تمام، باختصار حتى عندي سؤال. تفضل. نعم أنا أؤيد كلامك حول أن كان هناك تعاون كبير بين البنك الدولي والعراق أيام حكومة السيد المالكي، وكان هناك اجتماعات وموثقة، ويستطيع السيد الدكتور عدنان السراج العودة إليها بالبحث في جوجل. الاستثمارات التي تفضل بها دكتور عدنان حول العمارات هذه التي بدأت تغزو العاصمة بغداد، هذه أنا أسأل هذا العامل وهذا الذي يعني يعملون الفقراء الذين يعملون بهذه الأبنية، هل يستطيعون شراء هذه الشقق؟ كم سعر المتر المربع الموجود فيها؟ كم سعر الشقة؟ هل يستطيع هؤلاء أن يشتروا فيها العامل البسيط؟ الأمر الآخر، الاستثمارات هذه العمارات، ما يخالف قاطع حضرتك دكتور صادق؟ ما يخالف قاطع. احنا كل شيء هنا نقول الإن والعلينا مثل ما يقولون. يعني في دول كثيرة بالعالم تبنى ناطحات السحاب بإيد الفقراء، فمو بالضرورة اللي يبني يقدر يشتري، لكن صحيح. هي فرصة عمل توفرها مشاريع خاصة وفق الكلام دكتور. أحسنت دكتور، هذا المفروض اللي العراق يحتاجه، صحيح؟ لا أنا لو خليتني كمل كان وصلت لها النقطة. تفضل. ولكن في البلدان التي لديها ناطحات سحاب ولا يستطيع العامل أن يشتري فيها، لديه شقة بنتها الدولة وأعطته فرصة للحصول عليها، هل هناك مساكن واطئة الكلفة تمنح لهؤلاء العمال أو تساعدهم في الحصول عليها؟ هذا الأمر آخر. الاستثمار الحقيقي هو ليس فقط هذه الفقاعة العقارية، لأن الفقاعة العقارية هي سببها أن العراقيين الحرامية ذول المسؤولين لم يستطيعوا بعد يعني قبل عامين أن يخرجوا أموالهم، لأن الرقابة الدولية بدأت يعني تشدد بشكل كبير عليهم، وبالتالي الأموال هذه صرفت على المولات وعلى العقارات، سابقا كانت تخرج. وأنا أريد اليوم أشير إلى تصريح جدا مهم من السيد السوداني عندما قال كان المفروض البنك المركزي يعاقب هو المصارف وليس الخزانة الأمريكية. نعم. معناها يلقي باللوم على البنك المركزي. نعم. في عمليات طيب. السرقة والفساد. الأمر الآخر أن الاستثمارات التي نريدها، حتى أجيبك على سؤالك في الفقرة عن كيف نتخلص من الديون، الاستثمارات الحقيقية التي نرغب بها كشعب عراقي وكاقتصاديين هي معامل، مصانع، معامل بتروكيماويات، معامل أدوية، معامل حليب، هذه الاستثمارات، وليس غسيل أموال في العقارات والمولات. هذه لا تبني اقتصاد عراقي، هذه فقط فقاعة، وسيأتي يوم وتجد أنها هذه فارغة ولا أحد يشتريها، وأن هناك طيب. تفريغ لغزانة الدولة. شكرا دكتور. زين، بس قلت الحرامية المسؤولين، أكيد تقصد بعض المسؤولين، لأن حتى طبعا بعض المسؤولين لا نقول طبعاً. الكل أريد طبعاً. بس طبعاً. واحدة من النقاط وأبقى وياك دكتور صادق، وأريد أسمع منك باختصار أيضا. السفيرة الأمريكية بغداد غردت قبل أسابيع بأنه اجتمعت مع ممثلي البنك الدولي وناقشت سبل تقديم المساعدة الفنية وغيرها من الطرق اللي يمكن للبنك من خلالها دعم جهود السوداني لبناء اقتصاد العراق. أريد أسأل شنو المطلوب من البنك الدولي، وشلون تساعد لقاءات السفيرة الأمريكية بممثلي البنك الدولي طموح السيد السوداني؟
صحيح، البنك الدولي لا يعني لا يعنى فقط بمنح الأموال، البنك الدولي أحيانا يقوم بعملية تطوير التجارة الخارجية بين العراق والدول الأخرى، يقوم بعمليات تأسيس لبلاتفورمز يعني منصات مثل المنصة التي راقب بها أو تمت مراقبة المصارف، يعمل منصات لتسهيل عملية التجارة وتنويعها، يعمل أيضا على تدريب القدرات العراقية على إنشاء واستثمار حقيقي وليس استثمار لغسيل أموال، وبالتالي يسهل عملية دخول العراق إلى الأسواق المالية العالمية إذا كان العراق يسير على السكة الحقيقية. ولذلك عملية الآن اللقاء الذي حدث بين السفيرة الأمريكية والبنك الدولي هذا يعطيك أكبر دليل على أهمية هذه المؤسسات الدولية في مساعدة العراق لتجاوز أزمته، وأن العراق معني بأن يتعامل معها. طيب دكتور عدنان، السيد السوداني أيضا اليوم كان عنده لقاء مع بعض وسائل الإعلام وقال أنه نص الأقراء الآن الدولة العراقية جادة في وضع مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو موضع التنفيذ. سؤالي لحضرتك، إلى أي مدى يمكن للعراق أن يجني ثمار هكذا مشاريع في ضوء تحديات كبيرة لعله أهمها موضوع البنى التحتية وضعف البنى التحتية في العراق، وأيضا مسألة تفشي آفة الفساد كما وصفها السيد السوداني؟ يعني خلينا نكون صريحين، ما نسمعه من نظرات تشاؤمية من السادة الإخوان يعني لا يشكل دعم اقتصادي حقيقي للاقتصاد العراقي، وهذا واقع. يعني لا تفتش على الجوانب المضيئة إنما فتش على الجوانب السلبية. وبالمناسبة العمال الذين يشتغلون في الاستثمارات هم من أغلى العمال في العراق، يعني الفنيين الذين يتعاملون في المجالس الاستثمارية هم أغلى العمال، ليس فقراء بالشكل الذي يتصوره. وبالمناسبة حتى في بريطانيا من يستطيع أن يشتري شقق مثل ما يشتري في كل دول العالم، كل دول العالم فيها فقراء وفيها ناس. نعم هناك مدن ستبنى واطئة الكلفة، مدن كبيرة جدا في مدينة الصدر وأيضا في معسكر الرشيد وفي منطقة الزعفرانية، ستنشأ مدن كبيرة في بغداد وبقية المحافظات. بالمناسبة هناك جوانب مضيئة في الاقتصاد، طريق التنمية هو من الطرق التي يعتمد عليه العراق في تطوير قدراته الاقتصادية. الأمر الثاني مصانع الأدوية، اليوم العراق في هذا الوقت يعني في زمن السوداني تم تشكيل مجال من الخبراء من أجل تجيع استثمارات الأدوية في العراق 50% من المستورد. اليوم أكثر من 12 شركة كبرى بدأت ببناء عمليات مصانع الأدوية في العراق للأدوية الغالية الكلفة. إضافة لذلك هناك إنشاء مركز المالي، المركز المالي الذي سينشأ قرب مطار بغداد، وهذا المركز المالي سيستوعب كل القدرات والإمكانيات للعمل الأجنبية الخارجية والداخلية والتعامل مع المستثمرين والتعامل مع القطاع الخاص بشكل عام. ايضا هناك عمليات تجنيد ويعني تكريس الشباب لمشروع رياده، هذا مشروع رياده سيستوعب 4 ملايين الفساد. الناس ما عندها ثقه دكتور عدنان، وانا باقي وياك دكتور عدنان، انا باقي وياك. آفة الفساد العالم ما عندها، احنا عندنا الثقه هذه بس انا اي انا اقول لك الحلول، احنا ندور حلول يعني على فكره في كل شيء في نفسه. انا لا اتصور سعد علي، لا تصور بهذا الشكل اللي تتفضل فيه اليوم. الاحصاءات التي الان تجرى، رئيس الوزراء يقول آفة فساد جائحة، قال ايضا اجرى الفساد موجود، هذا لا يمكن احد ينفيه، ولكن لا يعني انه عجلة الاقتصاد او عجلة البناء واقفة. هذا يعني اليوم عندما نتكلم عن موازنة يعني مراقبة دقيقة لحالات الفساد. نعم معالجات سابقة موجودة، معالجات حديثة لا يمكن أن تكون واضحة من خلال لجان المتابعة وغيرها، لكن مع ذلك الفساد نعم موجود ومستشري، وهو حالة يعني تشكل عقبة مهمة في تطوير الاقتصاد العراقي. أيضا مسألة التدخلات الأجنبية ومسألة الاستيرادات الخارجية، هذه أيضا أشياء تؤثر على الاقتصاد العراقي. لكن واقع الحال يقول بأن الحكومة الآن جادة في مسألة تحرير الاقتصاد العراقي من الكثير من القيود، واحدة منها مسألة السياحة والزراعة والصناعة. اليوم أكو تدري أكو مشاريع زراعية، استثمارات زراعية تصل إلى حد 3 تريليون دينار عراقي، هذه ستطور بها الصحراء الأنبار وصحراء السماوة لمشروع واعد، بحيث يستطيع العراق أن يصدر من الخضروات والمواد الأخرى من هذه المناطق.
أيضا هناك مشاريع واعدة في التعاون مع الإمارات، مع السعودية، مع دول أخرى. أنا أقول نعم هناك إنجازات، هناك محاولات لإصلاح النظام الاقتصادي، ولكن لا يعني أنه الأمور بهذا الشكل. طيب، أن هناك نظرة تشاؤمية. شكرا دكتور، وهناك انهبوط وهناك مسائل أخرى. شكرا دكتور عدنان. خليني أسمع من الأستاذ فوزي. أستاذ فوزي، ليش النظرة التشاؤمية؟ ليش ما نقول للزين في جزء هو زين وللمو زين أنت مو زين؟ أكو زين وأكو مو زين. هذا مو كلام علمي. الكلام العلمي هو تشخيص الخطأ. يعني أنا مو واجبي أن أمدح البديهيات. يعني واجب السلطة أن تقدم خدمات. والخدمات إذا توفرت أنا أقلب الدنيا، يعني الأمور كلش جيدة. إحنا في وضع، يعني في وضع يرثى إلى كبلد. بلد. إحنا نتكلم بكلام موضوعي. دكتور عدنان. نتكلم بكلام موضوعي. دكتور عدنان. خلينا نتكلم وجهة نظر. أي لا، مو هي. هي كلها وجهة نظر. نحن مثقفين. إحنا ما جايين نمدح. هو أنا. لا دكتور عدنان. نقاش موضوعي. دكتور عدنان. وأنا دكتور عدنان. هل أنت عندك معلومات على اللي ذكرتها أني؟ تكلم. طيب. قول هذه الآن المعلومات اللي ذكرتها، طريق التنمية، الأدوية، المركز المالي، القطار كذا. تكلم عن المواضيع، هل فعلا هي موجوده او مو موجوده، راح تنجح لو بدك. دكتور عدنان ناقشني بهالقضيه. انت طرحتها حتى لا نكون راسا. دكتور عدنان، دكتور عدنان سراج، حضرتك طرحت بعض المشاريع وانا دا انقل كمذيع للطرف الاخر انه يعلق على وجهه نظرك بس. فيعني وصلت اليوم الاستاذ عبد الرزاق. دكتور عدنان، الاستاذ عبد الرزاق، لا لا لا، شوف باوع دكتور عدنان، علي ارجوك، انت انسان محترف، احنا محترفين بالاعلام، بس اسمعني استاذ علي. دكتور عدنان، اليوم محترفين مدى. اذا محترفين شلون ما ننطي وقت؟ لا لا دكتور عدنان، عندي دقيقتين. اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي استاذ علي. دكتور عدنان، اسمح لي علي. دكتور عدنان، عندي دقيقتين. الاحتراف يطلب ان يرد الطرف الاخر. استاذ فوزي تفضل. استاذ فوزي تفضل. صحيح، هذا احترام الرأي الآخر، ولكن دكتور. لكن أنا أريد أعقب على قضية. اليوم من أتعقب على نفسك دكتور، رجل ما حكى. دكتور يعني عدنان، الرجل ما حكى. لا لا أذرني. الرجل يعني ما حكى يا دكتور عدنان، الرجل ما حكى حتى تعقب. تعقب على نفسك يعني ما يصير دكتور. أعطيني دقيقة. تفضل أستاذ فوزي. أستاذ فوزي تفضل الرد. أنا دا أجاوب على سؤالك. أصلاً أنا ما دا أعقب على. لا تفضل. تفضل. أنا أجاوب على سؤالك. وهذا رأيي، وإذا ما يعجب الغير يعني نعم. هاي مشكلتي يعني هذا نعم. هذا رأيي. لا مو ما يعجبني، يعني مو ما يعجبني. أستاذ فوزي تفضل كمل. دكتور عدنان لو سمحت. أنا مو يعجبني يا أخي. أنت خلينا نعجب الجمهور. لا لا دكتور عدنان، لا يعني عن جد لازم نسمع أستاذ فوزي. لو سمحت، لو سمحت لو سمحت بالكنترول، أريد أسمع أستاذ فوزي. مو يعجبني أنا. أريد أسمع أستاذ فوزي. دكتور عدنان لحظة. أستاذ فوزي تفضل. أنا أعتقد أنه احنا نحتاج الى تشخيص دقيق وعلمي لكل مشاكلنا، سياسيه او اقتصاديه. المشاكل الاقتصاديه هناك من يفهم ويشخص. انا بصفتي مهتم بالشان السياسي، والشان السياسي هو جوهر كل مشكله في البلد. اريد اوضح انه الفشل السياسي هو اللي يعيق الاقتصاد. يعيق تقدم الاقتصاد. هناك فئات اجتماعية متمثلة بأحزاب. هذه الأحزاب لها خلفيات ولها مصالح، مصالحها هي اللي تتحكم في توزيع الثروة. وجبت أمثلة عن كيفية تحديد الموازنة. هناك خلل كبير. نحن الآن ورثنا من الأنظمة السابقة مشاكل جدا متراكمة. أنا لا أنكر، لا أقول بأنه كل المشاكل هي نتاج هذا الوضع. مشاكل متراكمة. 30 ثانية عندك أستاذ فوزي. لحد الآن ماكو أفق ولا أكو حلول. إحنا نفتقر إلى وجود فئة اجتماعية، الطبقة الوسطى تم تحطيمها في عهد صدام والآن غير موجودة. الطبقة الوسطى اللي قدمت للبلد الإبداع وقدمت للبلد الإنتاج، والآن لا توجد لدينا طبقة وسطى تم سحقها. نريد نسوي إصلاح، فيجب أن نشخص بدقة وما نجامل. نعم. طيب سيد فوزي أشكرك جزيل الشكر. يعني كانت أتمنى يكون عندي وقت أكثر أرجع دكتور صادق، لكن للأسف المداخلات ما خلتنا نرجع الأستاذ دكتور صادق. أشكركم ضيوفنا الكرام دكتور عدنان سراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، شكرا لك. أشكر أيضا من تكساس
الأمريكية الأستاذ فوزي عبد الرحيم الكاتب والباحث السياسي، ومن لندن أشكر دكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. شكر موصول لكم سادتي، خلصت حلقة الليلة، إن شاء الله باكر حلقة جديدة بالعراقي. دائما تابعونا وخليكم ويانا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.